ثانية من حساب أحمد أبو دهمان من عجائب البحر. طبعا كتب وغرد في تويتر عن تغريدة جدا جميلة وقنديل البحر تحديدا مثل ما شافوا، وقال قنديل بحر مذهل تم اكتشافه على عمق 3700 متر تحت سطح البحر، تحت سطح الماء. طبعا راح نشوف مع بعض هذا القنديل، ومن عجائب الدنيا ومن عجائب سبحان الله، يعني حقيقي في آخر أعماق البحر نكتشف مخلوقات بحرية جميلة جدا. يعني أنا حقيقي أول مرة أشوف بجمال هذا القنديل اللي فعلا يعني شيء جدا جميل، هذا الجمال العجيب إذا قلنا عليه رهيب، والله رهيب من جد من جد رهيب. شكرا وما راح أغني بعد كذا، فعلا ما نقدر نقول في هذه المخلوقات البحرية اللي نشوفها ونشوف جمالها غير سبحان الله ولله في خلقه شؤون. وإلى أيضا تغريدة ثالثة معنا من حساب حسين دغريري، طبعا أعلن فيها اختياره لتحكيم المسار الفوتوغرافي في جائزة التميز الإعلامي. يقول أن المشاركات الوطنية في هذا المجال كانت أكثر من رائعة، وهذه التغريدة الموجودة معنا: تشرفت باختياري لتحكيم المسار الفوتوغرافي، النقاط بيني وبين أعضاء اللجنة كانت الحكم الذي اختار الفائزين والفيصل القاطع لحيرتنا أمام المشاركات الوطنية الجميلة. كحلوا أعينكم وحيرتكم بالصور الفائزة ظافر الشهري وعبدالله العيدي وعوض الحربي، ونحن أكيد حابين نقول ألف مبروك لكل الفائزين في هذه المسابقة، وفعلا صور تستحق هذا الفوز لأنها صور جميلة جدا، وحقيقي يمكن ما شفنا من جمال هذه الصور. ألف مبروك مرة ثانية، وأكيد نحن